الزواج، منين تزوجت ماما وبابا؟ وانا عزيز عليا الزواج، انا باغا نتزوج وندير وليدات، ندير مستقبلي، ندير زماني تانايا، نعول عليه وداكشي، وتعلمت نطيب وتعلمت نخيط وتعلمت نجج الصوف، تعلمت ندير كلشي داكشي اللي كيديروا المتزوجات. خصني شي راجل زعما كاين اللي يستر لي ويعرف بقيمتي. قلبت كان عندي واحد السيد شحال هذاك كنخرج معاه الله يعمر هذا، كان ديما يديني واحد القهوه ناخذ باناشي وناخذ ميلفي، كاع داكشي اللي زوين كنت كناخذو، بقاو نتحتو انا وياه وبقاو نهضرو. كان متقاف كان خدام في بيم، ما عندوش الزهر صافي. وبقيت كنخرج انا وياه وداكشي وصافي، وكاع قال لي واحد الوقيته راني دفعت في البارطمان، قال لي وقيله واش داك الساكن الاقتصادي وما عرفش فين. المهم صافي كاين الدار كاين كلشي صافي. واحد الوقيته قال لي راه السبت الجاي نجي انا والدار. ايوا جا السبت وعلمت دارنا وداكشي وبقيت نتسنى فيه. ما جاش السبت قال لي الحد، ما جاش الحد، قلت له ودي نخليوه للثلاث انا بغيت نثبتو. قال لي الثلاث ما كاينش، قلت له نديرو الجمعه ما جا. صافي اثنين قالوا لي حرك مشى لطاليان، من تما وانا نتصدى. السيد كان معايا على البارح باغي يضرب الصداق وباغي يتزوج الغد لي صباح في طاليان. هذا ماشي كلب ولد الكلاب، ها هذا ماشي كلب. اجي نتزوج قالك لا باغي الغربه، باغي نجيبها قاوريه تعرف تصايب لك كسكسو، قاوريه تعرف دير لك بركوكش، قاوريه تربي لك ولادك تقريهم تحفظهم القران كل جمعه، ما ديرش لهم هذا الشيء، تخرجهمش الجريده ما غتقابلهمش، ما تصوبش لهم عند السلوبيا الحديد المقويات. قاوريه ما غديرش لك هذا الشيء، قاوريه كل ما جوج تحط على يدك تجذبك للحبس. حق مغربيات هنا كتهرسوا لهم سنانهم وتهرسوا لهم عينيهم، ودابا راه مشاو بعيد المغربيات ولا كيضرب راجلها وكتزوقها وكتردها ماكياج وما تصيفطش راجلها للحبس، كتقول لك يضربني وما يخليش اللي ضربني. وصل عند القاوريه قول لها المبدا ديالي ضربني وما يخلي، والله يمك تتجرجرك وتعرف كي تجرجرك. ديك الساعه ندخلوا عندنا حنا المغرب كي الكلاب، بنت البلاد تشرب الحريره توحش لو بيي، ها لو بيي. Thank you.